أهلا بكم، نافذ على مصر حلقتنا مستمرة. وفيها الحكومة المصرية تطلب من البرلمان زيادة رواتبها. تقدمت الحكومة المصرية بمشروع قانون إلى مجلس النواب يتضمن رفع رواتب ومعاشات رئيس مجلس الوزراء ونوابه وأعضاء الحكومة من الوزراء والمحافظين ونوابهم، حسب ما ذكرت صحيفة المصري اليوم صباح اليوم. ويتضمن مشروع القانون المعروض حاليا على قسم التشريع بمجلس الدولة لمراجعته وإعادة صياغته وفقا للمبادئ الدستورية 5 مواد تنظم على وجه التحديد رواتب ومعاشات المسؤولين بالحكومة وتلغي العمل بالقانون 100 لعام 1987. وتنص المادة الأولى من مشروع القانون على أن يتقاضى رئيس مجلس الوزراء راتبا شهريا مقداره 42,000 جنيه، فيما يتقاضى نوابه والوزراء من أعضاء الحكومة والمحافظون 35,000 جنيه شهريا، فيما يتقاضى نواب الوزراء والمحافظين 30,000 جنيه شهريا. وتقضي المادة الثانية بأن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوي 80% من إجمالي رواتبهم عند انتهاء شغلهم المنصب، على أن ينتفع بهذا الأمر إلا مرة واحدة. في الأسبوع الماضي كانت هناك زيادة لمعاشات العسكريين للمرة السابعة، وأقرها البرلمان وشكرهم وزير الدفاع صدقي صبحي، وفقا لما أكده لنا النائب خالد عبد العزيز في مداخلة معنا في حلقة سابقة في هذا الأسبوع. واليوم الحكومة المصرية تطالب بزيادة الرواتب مرة أخرى. مشروع قانون الحكومة يتحدث عن راتب شهري لرئيس الحكومة 42,000 جنيه، يتحدث عن نوابه والمحافظين 35,000 جنيه، وأيضا نواب الوزراء ولا نواب المحافظين 30,000 جنيه. والمادة الثانية من هذا القانون أن تستحق الفئات المشار إليها معاشا يساوي 80% من إجمالي الرواتب. هذا مشروع الحكومة تقدمت به للبرلمان المصري، ولم يعرف حتى الآن هل سيوافق البرلمان على هذا المشروع أم لا. يعني سنتواصل في الأيام المقبلة مع نواب من البرلمان وسنحاول التعرف على قبول أو رفض البرلمان المصري لهذا المشروع. الخبر الآخر، فضيحة عنتيبي. إسرائيل توسطت لمصر كي تستسلم لإثيوبيا. كشفت صحيفة مصرية عما اعتبرته فضيحة عنتيبي، مشيرة إلى أن إسرائيل مارست وساطة لصالح مصر لدى إثيوبيا في قضية مفاوضات سد النهضة الإثيوبي. وقالت صحيفة فيتو الورقية الصادرة هذا الأسبوع إن 5 أشهر كانت كافية لإنهاء آخر جولة مفاوضات لسد النهضة، وانتهت لصالح إثيوبيا كالعادة بعد أن أعلنت القاهرة بمفاجأتها بالمرحلة الأولى للسد وانتهت باستسلامها. وفي هذا الصدد ألمحت المصادر وفق فيتو إلى أن إحدى الوساطات جاءت من قبل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في جولته الإفريقية الأخيرة، والتي بحسب زعم المصادر طلب فيها من أديس أبابا عودة المفاوضات الفنية مع مصر في ظل العلاقات التي لا تريد تل أبيب خسارتها مع القاهرة بحسب تقارير صحفية إسرائيلية عدة. انضم إلي عبر سكايب عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير. أهلا بك معنا سيد عمرو. طيب، حتى ينضم إلينا السيد عمرو عبد الهادي، تحدثنا أيضا قبل ذلك عن الجولة الإفريقية لبنيامين نتنياهو وعن بعض الأدوار التي قام بها للوساطة بين مصر وإثيوبيا في أزمة سد النهضة. تحدثت صحف عبرية عن نجاحات كبيرة لهذه الجولة، ثم فاجأنا السفير الإثيوبي على قناة النهار في برنامج أحداث النهار وتحدث أن مصر ليست هبة النيل وأن إثيوبيا ماضية قدما في بناء سد النهضة وأنه صار أمرا واقعا. وتحدث السفير الإثيوبي أيضا أن العلاقات الإثيوبية الإسرائيلية علاقات ممتدة عبر عقود طويلة، وأصدرت الخارجية المصرية بيانا بأن السفير الإثيوبي غير مرحب به في القاهرة. ينضم إلي مرة أخرى عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير. أهلا بك معنا سيد عمرو. أهلا بك دكتور أسامة ومشاهدينا الكرام. شكرا.
سيد عمرو، يعني فضيحة عين تي في هكذا وصفتها صحيفة فيتو، تحدثت عن وساطة تمت بين بنيامين نتنياهو وبين الحكومة الإثيوبية من أجل حضور مصر لجلسات المكتب الفني الذي لم تحضره مصر على مدار 6 أعوام. يعني حتى الوساطة الإسرائيلية يبدو أنها جاءت لصالح الجانب الإثيوبي وليس لصالح عبد الفتاح السيسي. والله يا دكتور أسامة، موضوع الـ يعني الوساطة الإسرائيلية ده بيفكرني بمجموعة مساطيل لما الشرطة يعني طبت عليهم راحوا استخبوا في البوكس. يعني الحقيقة عبد الفتاح السيسي الهدايا اللي بيقدمها للكيان الصهيوني والتنازلات اللي بيقدمها للكيان الصهيوني افتكر في يوم من الأيام إن هم ممكن يكونوا يعني وسيط نزيه، وإن هم هيتنازلوا عن الشرق الأوسط اللي هم من النيل للفرات أفكارهم الأزلية، عشان خاطر عيون عبد الفتاح السيسي إن هو ادالهم مصر على طبق من ذهب. طبعا اتفاقية عن تيبي الحقيقة أنا اللي مستعجب منه يا دكتور أسامة إن اللي بيأيدوا حسني مبارك هم نفسهم اللي بيأيدوا عبد الفتاح السيسي، واللي بيأيدوا حسني مبارك بقول لهم حسني مبارك نفسه رفض يحضر اجتماعات عن تيبي عشان ما يكونش فيه اعتراف ضمني بهذه الاتفاقية الكارثية اللي هي بيعتبر فيها تنازل بكل المقاييس عن حقوق مصر التاريخية في نهر النيل. في نفس الوقت بيأيدوا عبد الفتاح السيسي اللي راح مضى اتفاق المبادئ الأساسية اللي هو أنيل من اتفاق عن تيبي، تنازل منفرد عن مياه النيل، وفي نفس الوقت دلوقتي بقى مجبر على حضور اتفاق عن تيبي. واللي ما يعرفش اتفاق عن تيبي هو يعني اتفاق عبارة عن 13 مادة أو 13 باب زي ما هم بيقولوا عنه، وكلها بتجبر مصر على التنازل وبتساوي ما بينها وما بين دول المنبع ودول المصب. طيب، هناك نقطة هامة ربما تحتاج إلى توضيح. عندما يتدخل بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الكيان الصهيوني للوساطة بين إثيوبيا ومصر، برأيك هل مستوى الوساطة أن تقوم مصر بحضور جلسات فنية من أجل المفاوضات أم ماذا؟ ثقة عبد الفتاح السيسي في نتنياهو بلا حدود، وهو قالها في أكتر من مرة. فلما ينقل له تطمينات نتنياهو ويقول له يعني بناء على السلام الدافي وبناء على الزيارات وحياة شرفي نتنياهو، حياة شرفه ان هو يحضر اتفاق عن تيبي، يعني الحقيقة القصة مش في قصة نتنياهو نفسه. نتنياهو هم بدأوا من الأول من عشرات السنين حرب المياه، ودعموا أثيوبيا ودعموا انفصال السودان وسيطروا على يعني كل الدول، ولهم علاقات تجارية واقتصادية وسياسية معها ممتدة من عشرات السنين، في الوقت اللي حسني مبارك والسلطة العسكرية في مصر نسيت هذه الدول. وشفنا الصورة الأخيرة اللي كانت مقدمة الحقيقة للي بيحصل كله، وبتدل على أن نتنياهو أصبح له هيمنة كاملة في هذه المنطقة. ففي النهاية ما نجيش نلوم نتنياهو، إنما نلوم عبد الفتاح السيسي اللي لو كان يؤمن يعني بجزء من القرآن ولا ببعض القرآن ولا بالقرآن ونزوله، كان يعني آمن بالآية الكريمة اللي بتقول ولن يرضى عنك اليهود. يعني طيب أستاذ عمرو، يعني أليس مستغربا بعض الشيء مع التطبيع الكامل بين نظام السيسي ونظام دولة الكيان الصهيوني أن يتدخل نتنياهو من أجل جزئية صغيرة مثل هذه؟ يعني كان من المتوقع عندما يتوسط نتنياهو يتوسط من أجل إيقاف بناء السد نظرا للعلاقات الثنائية المحمودة بينه وبين عبد الفتاح السيسي. موضوع السد منتهي يا دكتور أسامة، وده قاله السفير الأثيوبي نفسه، قالوا في لقاء مع في التلفزيون المصري لما بيقولوا له انت بتتكلم عن السد، طيب السد ايه اخباره؟ قال لهم ده موضوع منتهي نتكلم فيه ما بعد السد. يعني فالموضوع ده منتهي، ده بالعكس اثيوبيا دلوقتي بتقول المتضرر يضرب دماغه في الحيط. فنتنياهو بيتدخل في هذه الجزئيه وبيتدخل في حاجات تانية عبد الفتاح السيسي الحقيقه.
بس ده بيدل على عجز كبير من عبد الفتاح السيسي، انه حتى اثيوبيا ما بقاش قادر يتدخل معاها. وشفنا قدره في صور القمه الافريقيه الاخيره وهو في اخر الصوره شمال، يعني مهمشينه جدا. ده غير نفس رواندا نفسها اللي استقبلته فيها الخواء والعراء، استقبلوا فيها في رساله الى يعني ان هو اصبح لا قدر له. انا عايز اقول لك دكتور اسامه ان الحقيقه ان مصر عبد الفتاح السيسي ده بناء على دستور 2014 والصلاحيات اللي أخذها دبس مصر في اتفاق المبادئ اللي مضى مع أثيوبيا والسودان، ولا خلاص من هذا إلا بعودة دستور 2012 قولا واحدا لسقوط كل هذه. السؤال الأخير سيد عمرو يتعلق بصحيفة صحيفة فيتو. يعني تعودنا في الشهور الماضية أن من ينشر هذه الأنباء تكون صحف عبرية ويصدر بعدها تصريحات من رئاسة وزراء الكيان الصهيوني تتحدث عن أن هناك من يتعمد إحراج عبد الفتاح السيسي وتشويه صورته سواء من وزراء إسرائيليين أو من بعض الصحف. أما أن يصدر مثل هذا الخبر على صحيفة مصرية هي صحيفة فيتو، ألا يثير هذا الأمر تساؤلات؟ والله يا دكتور أسامة أنا بشكرك على تذكيري بهذا السؤال، لأني كنت هبدأ بيه الكلام. الحقيقة جريدة فيتو للي ما يعرفش هو رئيس تحريرها هو عصام كامل. عصام كامل ده عضو لجنة سياسات الحزب الوطني لمن لا يعرف. هذه الجريدة بدأت بتمويل من نجيب ساويرس رأسا، يعني جريدة حزب وطني مباشرة، وده يدل على الصراع اللي دايما بنتكلم فيه في الأروقة، صراع المال والسلطة والمعركة اللي دايرة. أصبح كمان دلوقتي أن هناك يعني جزء من الأخلاقيات ظهرت عند الحزب الوطني على نظام عبد الفتاح السيسي، اللي هم الاثنين متهمين بالفساد والرشوة وخلقوا من بعض واستنسخوا من بعض، واللي دفع بعبد الفتاح السيسي هو الحزب الوطني. فواضح ان جزء من هذا النظام استشعر مشكلته. وعايز افكرك كمان ان النهارده نتنياهو بينشر احتفال السفاره المصريه على مع في اسرائيل بذكرى 23 يوليو اللي الشعب المصري كله كرهها، انما واضح ان نتنياهو حبها قوي لما عرف ان هي في النهايه وصلته الى انه اخذ القدس على طبق من ذهب واستلم مصر تسليم مفتاح. اشكرك شكرا جزيلا عمرو عبد الهادي عضو جبهة الضمير، كنت معنا عبر سكايب.